سلام، ان شاء الله كامل تكونوا بخير وصحتكم بخير. ان شاء الله يلقاكم هاد الفيديو بصحه جيده. اليوم جيت ندير لكم هادو لقمه البي، سميتهم هكا خطا جايين القيمات وصغيورين وبزاف بنان، ويوالموا المولود واي مناسبه تقدروا ديروهم، بزاف بنان ويخرج لكم كميه ما شاء الله. اختار صغيورين وكي تاكلوهم تستقنعوا بهم، معناتها هايلين بزاف. ان شاء الله تعجبكم وصفه اليوم، تبعوا معايا المقادير تاعها كيفاه يجوكم معلكين، كيفاه يبقاو لكم طريين. المهم العجينه تاع اليوم بزاف هايله تاع اللوز. هنا خديت 100 غرام تاع اللوز و100 غرام تاع بيستاش ملحيين رقاق، ضفت لهم مغرف كبيره تاع سكر ناعم، مغرف كبيره تاع سكر ناعم. بصح كنت تخزروا في السكر ديالي تلقاوه ما يشبهش السكر ناعم، ايه درت سكر عادي صح، رحيتو ولا لي سكر ناعم. علاش درت هاد الطريقه؟ خاطر السكر الناعم يجي فيه لا مايزينا، ولا مايزينا تيبس. خذوا السكر العادي نشربوا به قهوه وريحوه يولي لكم غبره كيما راكو تشوفوا. قلت لكم خديت 100 غرام تاع بيستاج ومنها 100 غرام تاع لوز، ودرت لها مغرف تاع سكر تكون هكاك، شوفوا تكون واحد 20 غرام، تكون واحد 20 غرام هكاك، وتاني منها تاع واحد 20 غرام. تبقى لنا هذيك 30 غرام نورمالمون. خطر انا كي ندير 100 غرام لوز تقابلها نص الكميه سكر، هذه هي القاعده. هنايا انا واش درت؟ ما درتش السكر وحده، معناتها ما درتش 100 غرام لوز 50 غرام سكر، لا لا، درت 100 غرام لوز 20 غرام سكر، والباقي هذيك 30 غرام درتها غلوكوز. فهموني مليح، مثلا خديت 100 غرام تاع بيستاش درت لها نورمالمون تقابلها 50 غرام كاع تاع سكر، انا ما درتش 50 غرام كامله على بالي تفهموا، نحس روحي عندي في ورشه وني نشرح لكم. درت 20 غرام تاع سكر و30 غرام هذيك اللي بقات تاع غلوكوز. تقدروا ديروا السكر وحده، من الغلوكوز هو اللي مد هذيك تاع، عنده دور بزاف هايل. تبداو هكا تخلطوا ومن بعد تحسوا داك الغلوكوز ماهوش يدخل في اللوز نورمال. تحكموا حبه بيض ضربوها، بون ما تاكلكمش الكميه تاع البيض كاع، غير شويه، وديروا لها قطره ما زهر نسموها. دائما نقول لكم بلي المزهر يعاون اللوز والسكر باش يتعسلوا ويجونا بنان. ديروا شويه تاع بيض كيما هكا كيما راكم تشوفوا، خلاص هذاك الغلوكوز يتحلل في هذاك البيض والعجينه تاعكم تتلم لكم، وتقدروا تخدموا بها بزاف لي سوختي ماشي غير هذا الكاطو بالذات. وشنو تجيكم بزاف بنينه هاد الوصفه، شوفوا جربوها في الجزائريات. الخطر جربتها صدفه، ما اخي قلت لكم انا ما نتعلمش في الورشات ولا من داك، نجرب نسيي هكا لي بات تاع اللوز نسيي نخدمهم. بصح بهذه الطريقه حتجيكم بزاف هايله. صح كنت نخدمها غير في لابات داموند، مي ميم في اللوز العادي كديروا له شويه غلوكوز يبقى لكم معسل، يجيكم واحد القوام هايل بزاف صدقوني، وما نخبيش عليكم. كاين هادو يخلوها سر، انا بالنسبه ليا نبارطاجي معاكم كلش. هادي عجبتني بزاف، خاطر كي طبقت هاد الطريقه وسيدها من في اللوز نورمال كي نخدم تزيريات، راح نشارك معاكم بزاف وصفات تقليديه غاف يجو معسلين. هنا خديت هاد المول تعرفوه وكاين ومتوفر، تبداو ديروا فيه دوك اللقمات دياولكم، ما يرفدلكمش بزاف لوز. اسمعوني مليح في هاد المرحله، شوفوا اسمعوني وفهموا باش ما تخلط لكمش وتقولوا لي لا طيبتيهم ما طيبتيهمش، لازم يطيبوا فيهم البيض. تبداو تسقموا فيهم في هذا المول، بعد ما تكملوا كاع الكميه اللي عندكم واش ديروا؟ تدخلوهم للكونجيلاتور مده 10 15 دقيقه، دخلوهم في الكونجيلاتور يشدوا روحهم مليح، ومن بعد تكونوا شعلتوا الفور ديالكم. انا الفور ديالي اول مره نطيب فيه الكاطو، نتوما كوم في الفور ديالكم الا تنقصوا له تزيدوا له، المهم نقصوا له ما تزيدولوش، خلوه يسخن ونقصوا له. دخلوهم للفور مده 4 دقائق، على 4 دقائق ينشف لهم غير البيض ما فيهم والو، 4 دقائق ما تزيدوا لهمش. كي تخرجوهم تاني ما تروحوش ديمو ليهم هما سخونين ولا تمتم، عاودوا رجعوهم للكونجيلاتور خلوهم يبردوا وديمو ليهم بطريقه سهله. هذه هي المعلومه المهمه، ماشي تزربوا لا فيديو ومن بعد تقولوا لي لصقنا في المول صرنا هكا، لا لا، لو كان تبعوا واش راني نقول ما يصالكم والو. هنا بعد ما طابوا، بعد ما دخلتهم للكونجيلاتور المره الاولى وطابوا وعاود خرجتهم وزدت درت لهم في الكونجيلاتور، شوفوا كيف يتنحاو لكم. طريقه سهله نورمال، يتحمروا لكم هكاك شويه، ميم يتحمروا يبقاو لكم معسلين، يبقاو معسلين للقلب. دوك تشوفوا انا كنت نحي ومن بعد شهاتني كليت هكا حبه، غراف غراف بنان، اللي ياكلهم راح يسقسيكم
نورمال كي تصيبوهم هكا شويه تحمروا، نتوما نقصوا للفور ديالكم، لان الفور ديالي طيبت فيه اول مره عفوا كنت ما نعرفش النار تاعو، مي هكاك ما صار لهم والو، راهم تحمروا شويه وعادي جدا نورمال، لخاطر هذه العجينه تاع اللوز ما راحش تيبس، شغل دائما تبقى لكم معسله. دوك تشوفوا دوك نوري لكم، يبقاو لكم مهيلين، نحيوهم خلوهم يريحوا شويه باش نروحوا للتزيين ديالهم. شوفوا هنايا كنت كليت، شوفوا شحال تجي هايله، تبقى لكم دائما بهذه القهوه، ميم دوك تشوفوا كون نكلاصي فيهم يبقاو هكاك. انا ما درتش كميه كامل باش نتفاهموا، درت غير شويه منها، هذوك اللي رونتهم قدامكم غير للتصوير، ومن بعد هنايا حندوب شوكولا، حندوب شوكولا بيضاء وشوكولا اولي. شوفوا راني نوري لكم باللي، شوفوا شحال طريين، ديروا لهم هكا يتعبزوا. راني وريت لكم القوام تاع الطياب، ما يتحمروا لكمش نتوما، ماشي شرط تتبعوني، نقصوا للفور ديالكم ينشف لهم البيض نحو. شوفوا شحال جاو هايلين. دوك نبدا نكلاصي فيهم، الزيت زيدوا لها شويه زيت، اكلاصيوهم وخليوهم ينشفوا، ومن بعد التزيين يبقى على حسابكم نتوما، كاين اللي يحبوا يخلوهم سامبل، كاين اللي يحبوا يديروا لهم الجوز حبالوز، المهم كيما لي دات فوغي، البرينسيپ يشبه لي دات فوغي. حيدوكم بزاف هايلين وبزاف بنان، ويقطعوا لكم كميه كبيره، وهايلين بزاف في المولود، تقدروا تبدلوا بيهم، يعني تبدلوا دائما لي دات فوغي. نحب ندير لكم معفايس جدد، هاني نكلاصي فيهم. الشوكولا دوبتوها في الميكرووند، ما تكثروا لهاش باش ما تدير لكم شو واحد الكويرات، خطات تفوتها سخانه، ولا درتوها في حمام مائي ما تخلوش الماء ولا فابور تطلع لها باش ما تفسد لكمش. شوفوا في شوكولا اولي تاني جاو بزاف هايلين، شوكولا اولي دائما هي الكوت كور، تجي فيها الكاطو بزاف بزاف هايل. هكا ديروا كاع الكميه اللي عندكم كيما راكم تشوفوا فيا، كملوا حبه حبه، وهذوك الكميات يخرجوا لكم نورمالمون 20 شوفوا يخرجوا لكم كاع 30 حبه، هذوك الكميات اللي درتهم انا. بصح وشنو، انا ما كملتش الكميه، خليتهم في الفريجيدار نخدم بهم حاجه واحده اخرى. هنا خديت البيستاش درتو في الغلوكوز وكسرتو، كسروه، ما ترفد لكمش كميه كبيره، وكما قلت لكم لكم الاختيار كما حبيتو تزينو، وتبداو تحطوه كي الحجر يولي كيما شتو حجر الجيود هكاك. البرينسيپ جاب بزاف هايل، خير ما نحط حبه كامله، يديكم غاف شباب، والغلوكوز دائما يخلي الحاجه تبرق ويلصق مليح. المهم شوفوا شحال تجي الحبه شابه، فوالا غراف غراف هايلين يجو، والبنة واش نقول لكم شحال بنان، ما عندي ما نقول لكم. هكا المهم تكملوا كاع التزيين بنفس الطريقه اللي راني ندير فيها، مره سقمو. وانا شوفوا انا من داك الوقت يشد لي التصوير، التصوير لازم له الخاطر والوقت، سينو نتوما كي تكونوا تحضروا فيهم ما يشدوا لكمش كاع الوقت، تمتم تقدروا ديروهم وتوجدوهم وتخلوهم، وتقدروا توجدوهم ما قبل تاني ما يصالهم والو، زعما تكون عندكم خدمه بزاف. شوفوا من بالجوز جاو هايلين، المهم يجوكم بزاف بنان. ما عليا نقول لكم استناوني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، الا ما راهمش يجوكم الاشعارات ديزابوني وعاودوا ابوني وباش وفعلوا الجرس باش يولو يجوكم الاشعارات. على باليش بلا كاين بروبليم، كاين اللي ماشي يوصلوا الاشعار. هنا شوفوا قسمت لكم الحبه شحال يجو معسلين وشحال يقعدوا لكم هكاك شابين لمده طويله، ويجوكم بزاف بنان. دوك تشوفوا لازم هذيك اللقطه الاسطوريه تاع نعبز لكم، شحال حاب نعبز باش نوري لكم كيفاش القوام، نحب نلحق لكم هذيك الصوره عن قرب. حيعجبوكم حيعجبوكم بزاف، المهم حديروا بهم حاله، المهم اللي يحبوا يديروهم مشروع يقدروا يديروهم. قلت لكم ما تبخلوناش بجام لا فيديو باش يطلع ان شاء الله، وسنوني ان شاء الله في وصفات واحد اخرين، يكونوا بزاف شابين. مع السلامه.